السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: في الذكرى 20 للغزو الأمريكي، ماذا حل بالعراق؟ مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في حلقتنا لهذا الأسبوع عبر سكايب الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل، ويمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. مشاهدينا، بداية نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بألف خير، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تمر على العراقيين الذكرى 20 للغزو الأمريكي لبلدهم، ويستذكر العراقيون تلك الأيام بألم وحزن وهم قد شهدوا على دمار بلدهم وخرابه. وفاق ما من حزنهم، قدوم أحزاب وميليشيات استولت على حكم العراق بفضل الدعم الأمريكي الذي وفر لهم كل السبل الممكنة من أجل جر العراق نحو الهاوية، وهو ما أكده كثير من العراقيين. فوعود الحرية والديمقراطية التي جاء بها المحتل وحملت شعاراتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، كشف العراقيون حقيقتها، وأنها مجرد وسيلة لتمكينهم أكثر من الحكم والاستحواذ على ثروات البلد ومقدراته. وها نحن اليوم بعد 20 عاما نعيش في أيام أقل ما يقال عنها إنها مظلمة، فلم يعد للعراق أي قيمة بين دول العالم، وأصبح البلد الذي يضرب فيه المثل بالفساد والخراب. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع سريعا هذا الإنفوغرافيك الذي يبين بعض الحقائق بشأن الغزو الأمريكي للعراق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أكرر التحية مرة أخرى للكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل معنا عبر سكايب، حياكم الله أستاذ بهاء. سلام حضرتك، يا مرحبا، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على الأمة الإسلامية جميعا. كل عام وأنت بخير أستاذ بهاء. بداية، 20 عاما يستذكر العراقيون أيامها الآن، وحقيقة يستذكرونها بألم وبحزن وبجراح لا تزال مفتوحة، وهم ينظرون إلى بلدهم الذي كان يضرب به المثل سابقا بالتقدم، بالنمو، بالنظام الصحي المتطور، التعليم المتطور. الآن نحن في الحضيض، أين وصل العراق بعد 20 عاما؟ نعم، في البداية لو حاولنا تقييم مشكلة العراق، الإدارة الأمريكية بمختلف حكومات المتعاقبة سواء ديمقراطية أو جمهورية، نعم، كانت ترسم سياسة واضحة للشرق الأوسط، ومنها تدمير العراق بعد أن وصل إلى مرحلة من التطور الذي أرعب الإدارة الأمريكية خوفا على إسرائيل في تلك الأيام قبل 20 عام، فاتخذت عدة حجج واهية من أجل تدمير هذا البلد، من أجل احتلال هذا البلد لما يتمتع به من خيرات ومكانة سواء جغرافية أو سياسية أو حتى اقتصادية في المنطقة. لذلك استخدمت عدة أساليب من أجل دخول المنطقة واحتلال العراق. أولها كان موضوع تخزين النفط العراقي من خلال الحصار الاقتصادي اللي فرضته، وتمكنت من خزن النفط العراقي لأكثر من 13 عام، ليتحول العراق من بلد من خامس احتياطي نفطي إلى الأول
في احتياط النفط في العالم بكميات النفط اللي موجودة تحت أرضه. بعدها اختلقت مشاكل عديدة، منها أسلحة الدمار الشامل وكذبة الديمقراطية وكذبة حماية الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب، عديد من الملفات اللي بدأت تتهم العراق بها. وما شاهدناه بعد كل هذه الفترة من 20 عام، كثير من أبناء الشعب العراقي الآن يتمنون العودة حتى وإن إلى النظام السابق أو حتى إلى ما قبل النظام السابق، بل والبعض هل هذه النقطة هي حبا بالنظام السابق أم بسبب ما عانوه في النظام الحالي؟ لا، بالتأكيد هو ليس حبا في النظام السابق، لكن على الأقل عندما كنا يعني ما قبل الاحتلال الأمريكي كان هنالك نوع من خلينا نقول الأمان، نوع من العدالة، نوع من العدالة الاجتماعية أيضا. هنالك يعني حقوق للمواطن، حقوقه في التعليم، حقوقه في الصحة، حقوقه في كل شيء من الخدمات، بقدر ما بإمكان الدولة أن تمنحها إذا كانت تمنحها. يعني ليس حبا من النظام إطلاقا يعني، ولكن المشكلة أن الإدارة الأمريكية عندما احتلت العراق لم تسقط النظام، وإنما أسقطت الدولة، أسقطت جميع مؤسسات الدولة من خلال قانون اجتثاث البعث، من خلال قوانين حل الجيش العراقي، من خلال كثير من القوانين اللي أصدرها حاكم العراق المدني سيد الصيف والبريمير في تلك الفترة، واللي تنصل قبل أيام من عدها في إحدى لقاءاته على قناة عربية وقال أنه أنا ما حليت الجيش العراقي، لأن الجيش العراقي بعد سقوط بغداد لم يكن له وجود أصلا. أستاذ بهاء، هل تعلم جنابك أن بول بريمير قال سابقا بأن قانون اجتثاث البعث كان من الخطأ، خطأ هو ارتكبه شخصيا عندما قام بتسليم هذا الملف وهذه القضية أو هذا إدارة هذه القضية بأيدي هذه الأحزاب التي حكمت، قال بأنه تم استخدامها وتسييسها لأغراض انتقامية طائفية؟ صحيح صحيح، وهذا ما حصل بالتأكيد كثير، وحتى الآن يتم استخدام هذا القانون حتى هذه اللحظة لتصفيات سياسية من خلال الانتخابات أو الانتخابات المحلية أو النيابية، وتصفية يعني عزل الكثير من الخصوم أو الشخصيات من مناصبها بحجة الانتماء لحزب البعث. والجميع يعلم بأنه في تلك الفترة لم يكن الشعب العراقي بأكمله يعني منتمي لحزب البعث، لكن مقتضيات الضرورة اللي كانت موجودة في النظام السابق كان يفرض على البعض الانتماء لحزب البعث. لكن لجنة اجتثاث البعث اللي يعني أخذت الأمر على أساس أنه هي تتمكن من الانتقام بصورة كبيرة، أي شخص منتمي للبعث تم إقالته من منصبه، وبالتالي أفرغت الدولة من الكوادر المهنية اللي كانت تقود الدولة، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة الآن من عدم وجود التكنوقراط في المناصب الحكومية. إحنا لا عندنا الآن شخصيات كفوءة تدير النواحي الخدمية أو تدير النواحي الاقتصادية، سواء على الصعيد الجانب المصرفي أو الاقتصادي بصورة عامة، من ناحية التجارة، المواد الغذائية واستيراد المواد الغذائية، جميع المناصب الآن مسلمة بيد شخصيات لا تمتلك. نعم، أيضا الملف الأمني هذا نتكلم عنه بعد. صحيح. الملف الاقتصادي، لأنه هذا الآن بدأ يدخل بصلب الحياة المواطن. نعم. الآن إحنا كنا في 13 سنة من الحصار الاقتصادي. نعم. كانت وزارة التجارة بكوادرها تحاول قدر الإمكان توفير المواد الغذائية للمواطنين، وشفنا وزير التجارة السابق في لقاء قبل أيام على إحدى القنوات الفضائية عندما ذكر الطريقة كيف كان العراق يعني يأخذ من مخزون الذهب من أجل توفير الطحين والسكر والشاي إلى المواطنين، وخصوصا ما قبل الحرب. يعني هو ذكر وزير التجارة أنه هو وصل حصة للمواطنين ما قبل 20/3 تكفيهم لمدة 6 أشهر، يعني وزع غذائية تكفي 6 أشهر. هذا تخطيط دولة، هذا تخطيط مؤسسات، يعني ليس في النظام، بغض النظر عن النظام أيا كان، لكن هذا تخطيط مؤسسات دولة، مؤسسات دولة تتحمل مسؤولية موقعها سواء في التجارة، سواء في التعليم، سواء في الصحة، في كل أمور الحياة في العراق. أما من الناحية الأمنية، بريمر ذكر بأحد اللقاءات بأنه لم يحل الجيش العراقي، وإنما هو أساساً بعد اكتمال احتلال العراق وإعلان بوش إيقاف العمليات أو انتهاء العمليات القتالية في العراق
لم يتبقى لا جندي ولا ضابط في ساعة المعركة، وهذا خطأ كبير وكذب وافتراء على المنظومة العسكرية العراقية في تلك الفترة. كل الضباط كانوا موجودين لكن هم مهددين بعد عمليات التصفية اللي جرت من خلال بعض الميليشيات اللي دخلت مع القوات الأمريكية، ومنها ميليشيات بدر اللي تولت تصفية الطيارين والضباط الرفيعين مستوى اللي شاركوا في حرب العراق مع إيران. طيب أعود أستاذ بهاء، أرجو من حضرتك أن تبقى معي قليلا. كما تعلم جنابك في حلقة منبر الرافدين نستضيف بعض المشاركين العراقيين ليبدوا آراءهم بشأن مواضيعنا. نستمع الآن إلى رأي السيد أبو محمد من هولندا، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. والله مسألة الاحتلال الأمريكي للعراق كان كارثة قوية جدا. أولا أمريكا إجا معلم ود على أساس تحرير العراق، إجا أمريكا لتدمير العراق وسرقة نفط العراق. أول ما دخل بالبصرة سيطروا على المنابع النفطية ولحد ما وصلوا كركوك سيطروا على الآبار النفطية وسلموها كل للناس اللي هم يريدون. وبعدها يعني قام بول بريمر حاكم المدني، هو بالبداية ما كان احتلال بس بعدين أعلنوا احتلال، يعني احتلال العراق وليس تحرير العراق، فهذا معناها ظلم للشعب العراقي. ودخول القوات الأجنبية إلى العراق يعني تدمير الشعب العراقي، يعني سرقة أموال العراقي، يعني حل الجيش العراقي، حل منظومة الجيش العراقي وقتل الضباط والدكاترة والأطباء وكثير من الأشخاص. الآن معي أصدقائي معوقين هم وكانوا عندهم شهادات عليا من نموذج ما أجيب اسم الشخص، كان عنده 4 دكتوراة ويدرس بالجامعة، بدل ما يخدموه زرعوا قنبلة في سيارته والآن معوق ويعيش خارج البلد. يعني بكل أمانة أمريكا إجا لتدمير الشعب العراقي وتسليم العراق إلى الأعداء. الأعداء هو مثل الكويت، يعني هو ضد العراق حتما لعلم مثلا 1991، وكذلك إيران، الحرب العراقية الإيرانية. طبعا هذا شغلة يعني ما ينسي، طبعا إيران يريد يأخذ ثأرة. والآن حتى إيران ولو شوية نطلع من الموضوع، الآن العراق يدفع الرواتب للناس اللي انقتلوا بالحرب العراقية الإيرانية. يعني الآن أمريكا إجا للعراق لتدمير العراق ولتدمير الشعب العراقي، ومكان ما ينصب ناس مثقفين ومواطنين صالحين للحكم، إجوا ناس سارقين وبواقين وناس اللي ما عندهم ضمير. طيب شكرا أبو محمد، وصلت الفكرة، نشكر حضرتك. ويانا أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد الكريم، كل شريف وكل غيور عندما يتذكر أيام سقوط بغداد فإنه يتأسف وأنه يتحسر على ضياع بلد. الاحتلال بمسماه بحد ذاته هو طامة وكارثة على بلد مسلم عربي. الكارثة التي أتى بها الاحتلال، أول هذه الكوارث أنه نصب حكومة تعترف بالاحتلال حكومة شرعية وتعترف به قوة تدخلت للإتيان بحقوق الشعب المظلوم ألا وهو الشعب العراقي، التي انطلت هذه الحيلة على بعض الناس لكن أكثر الناس قد فهموا. أشنع ما أتى به الاحتلال إلى العراق أنه فتح البوابة الشرقية على إيران، وهي الدمار الأساس بعد الاحتلال الأمريكي. فإن الاحتلال الأمريكي قد زال، لكن بوابة الشرق المفتوحة على إيران لا زالت تأتي بالشرور ولن تنغلق حتى تتبدل هذه حكومة الاحتلال الحكومة الطائفية. الغريب في هذه الحكومة أنها تنكر حق مقاومة الاحتلال على من؟ على محافظات معينة، وبعد أن انكسرت هذه المحافظات بدأت هذه الحكومات الطائفية التي أتت على دبابات الاحتلال بدأت تتبجح بمقاومة
الاحتلال التي كانت تنظف أحذيته لسنوات طويلة. طيب. من الأمريكان من يعترف بحق المقاومة، وهذا حدث معي شخصيا عندما حاورت أمريكي فقلت له المقاومة المعتدلة حق من حقوق الشعوب. نعم. وأنتم كنتم مستعمرات بريطانية فقاومتم وحصلتم على حريتكم، فبقي هذا الأمريكي صامتا. أما الحكومة الظالمة الميليشياوية الطائفية الفاجرة فإنها تعتبر كل مقاوم للاحتلال الأمريكي وتحديدا من محافظة الأنبار تعتبره إرهابيا. طيب شكرا سيد أبو سمية، أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة. أستاذ بهاء، يقول السيد محمد من هولندا أنه السبب للغزو كان الطمع في ثروات العراق النفطية. السؤال هنا، هل كان الغزو مبنيا على فكرة أن تحصل الولايات المتحدة أو تحظى بنفط العراق، أم الخلاص من شخص صدام حسين، أم الفكرة كانت عبارة عن تغيير شكل الشرق الأوسط؟ أي من الأولويات التي وضعتها برأيك الولايات المتحدة هدفا لها؟ بالحقيقة هو الهدف من احتلال العراق كان بالأساس هو إضعاف أقوى قوة موجودة في الشرق الأوسط في تلك الفترة. كان العراق يمتلك أقوى جيش في المنطقة، خامس أقوى جيش في العالم بعد انتصار على إيران، والفترة ما بين 88 لغاية 90 العراق بدأ بعمليات الاهتمام بالصناعة العسكرية والصناعة بصورة عامة، وطور أنظمة إطلاق أقمار صناعية في تلك الفترة، كنا نتذكر منظومة العابد. أيضا بدأ يسلح نفسه بطريقة ذاتية، يعني لا يستورد السلاح، بدأ يصنع السلاح، وهذا ما أرعب الغرب بالنسبة لموضوع إسرائيل وأهمية وجود إسرائيل في المنطقة. وأيضا موضوع تدخل العراق في تلك الفترة أو يعني خوفهم من أن يتطور المشروع إلى وحدة عربية بقيادة العراق في تلك الفترة، وخصوصا بعد موضوع مجلس التعاون العربي اللي صار بين العراق واليمن والأردن ومصر إذا تذكروها في سنة 89. هذا التكتل العربي كان مرعب بالنسبة للأمريكان، بإضافة إلى أنه أقوى قوتين في تلك الفترة كجيوش اللي هي مصر والعراق، كان المفروض أن يتم توقيع معاهدة أمنية، لكن رفض حسني مبارك في تلك الفترة أن يكون هنالك تعاون أمني بين العراق ومصر. التعاون الأمني والدفاع المشترك هذا معناه أن يتم تطويق إسرائيل بالكامل، وأيضا ممكن أن المنطقة العربية بأكملها تتأثر بهذه الوحدة، وتبدأ الدول العربية بالانضمام شيئا فشيئا، وهذا ما كان يرعب الغرب. يعني نفس الرعب تغيير الشرق الأوسط كان هو الهدف الحقيقي، شكل الشرق الأوسط. نعم، شكل الشرق الأوسط، وكانت الأساس يعني الهدف من الأساس هذا هو العراق. نعم. العراق كان مثل ما ذكرت لك هو الأقوى عسكريا. نعم. الأقوى اقتصاديا، وأيضا لديه إمكانيات عسكرية من خلال تطوير صناعات كان الغرب يتوجس منها بصورة كبيرة. نعم. لأنه كان ينظرون في شخص صدام حسين هم في تلك الفترة أنه هو جمال عبد الناصر الثاني، لأنه كان يمتلك عقلية قومية ويحاول جمع العرب كلهم في حكم واحد أو من اتحاد واحد، هذا كما كان يرعب الأمريكان. ذكرت حضرتك أستاذ بهاء جزئية القوة العسكرية، تحدثت قبل قليل عن ادعاءات بول بريمر أنه لم يرغب بحل الجيش، لكن السؤال هنا، هل فعلا كانت الولايات المتحدة لا ترغب بحل الجيش، أم حل الجيش كان هو الباب الذي انفتح ودخلت منه الميليشيات وحلت الفوضى في العراق نتيجة غياب قوة نظامية عقائدية ذات عقيدة تستطيع حماية هذا البلد؟ لا، بالتأكيد أنت تستطيع أن تستقرأ من تسلسل الأحداث اللي حصلت من 20/4، من 20 نيسان، العفو، من 9 نيسان ويوم احتلال بغداد، ولغاية تسليم السلطة إلى مجلس الحكم بعد انتهاء دور بول بريمر. مجموعة القرارات اللي اتخذها كلها قرارات تبدأ بتدمير أو تحطيم بنية ومؤسسات الدولة العراقية.
يعني ليس فقط حل الجيش العراقي، ليس فقط حل مؤسسة الأمن الداخلي. يعني لو كان الجيش العراقي خلينا نقول شارك في حروب مثلا واتهم بارتكاب مجازر سواء في الشمال أو في الجنوب أو حتى في أي مكان، لكن قوى الأمن الداخلي، حل جهاز قوى الأمن الداخلي، هذا كان واحد من الأمور المهمة. كان هنالك لدينا 6 أجهزة أمنية تم حلها بالكامل، جهاز المخابرات، حل جهاز المخابرات. طيب ما الداعي؟ انت محتليت بلد، ليش تحل جهاز مخابرات طالما انه انت تريد تغير نظام؟ اذا انت تريد تغير نظام يعني كانت مشكلتكم مع صدام حسين، اذا ازيل صدام حسين واجيب شخص ينتخب الشعب غير صدام حسين على ان تبقى مؤسسات الدوله كما هي. لكن القرارات اللي اتخذت في تلك الفتره كان الهدف منها تدمير اسس الدوله العراقيه، تدمير اسس الدوله من قمه الهرم الى اسفل الهرم. وبالتالي مجموع الخطوات اللي اتخذها بريمر كلها كانت تشير إلى أنه كان الغرض من الاحتلال بالأساس تدمير الدولة العراقية وليس إزالة نظام صدام. طيب. هذا كان الهدف من الاحتلال. نعم. وبالتالي جميع الحجج الواهية أثبت الأمريكان نفسهم والبريطانيين، وحتى الآن ما زالت هنالك أصوات تطالب بمحاكمة توني بلير ومحاكمة دبليو بوش على ما ارتكبوه، لأنه أيضا القوات الأمريكية خسرت الآلاف، أمريكا خسرت وخصوصا في الفلوجة والأنبار وديالة وصلاح الدين، خسرت عدد كبير جدا من جنودها. أيضا البريطانية خسرت جنود في البصرة في أم قصر 17 يوم، أم قصر صاد يعني صاد الغزو عن البلد، وبالتالي سقط الكثيرين من جنودها. وبالتالي أنتم ذكرتم بأن العراق يمتلك أسلحة دوار شامل، صرفتم بلايين الدولارات، ليس ملايين ولا مليارات، بلايين الدولارات صرفتم على احتلال العراق، ضحيتم بأبنائنا بحرب بحجة أنه تخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وأنه صدام شخص متهور وممكن أن يستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد جيرانه. واكتشفتم فيما بعد وأعلنتم أن هناك خطأ بمعلومات استخباراتية وأن العراق خالي من أسلحة الدمار الشامل. بوش نفسه ذكر أنه كان يتمنى أن يجد أسلحة دمار شامل في العراق، لأنه موقفه كان محرج سواء أمام الحزب الجمهوري اللي هو كان جزء منه، وأمام الشعب الأمريكي، لأنه كان أمام حالة من يعني الغضب الشعبي. شوف أيام الاحتلال أو قبل الاحتلال شهر شباط بالتحديد، يعني 15 شباط، يعني قبل بداية الحرب بشهر واحد أو 35 يوم، خرجت أكبر مسيرة في التاريخ ومسجلة حتى في موسوعة جينيس، أكبر مسيرة احتجاج في التاريخ خرجت مناهضة للحرب على العراق يوم 15/2/2003، وكانت مشاركة الجموع أكثر من 6 ملايين شخص، وخرجت في نفس الوقت في 800 مدينة في العالم. هذا العدد اللي يعطيك معناه أنه الإدارة الأمريكية كانت يعني تعمل بمنطلق القطب الواحد فعلا، وخصوصا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. كل العالم كان رافض احتلال العراق، لأنه احتلال العراق ليس فقط تدمير العراق، الآن المنطقة كلها تعاني من ما حصل. سأعود لحضرتك أستاذ بهاء في تفاصيل بما ذكرت بعد قليل، لكن نستمع إلى رأي السيد حسين من الناصرية. تفضل يا حسين. حسين من الناصرية غير جاهز. طيب مشاهدينا الكرام، كما عودناكم نجري استطلاعات آراء في الداخل العراقي، نلتقي بمواطنين عراقيين نسألهم عن رأيهم بمواضيعنا التي نطرحها في حلقاتنا من منبر الرافدين. نزلنا إلى الشارع وطرحنا مجموعة من التساؤلات للمواطنين العراقيين بشأن تأثيرات الغزو الأمريكي على العراق بعد مرور 20 عاما، كيف تابعوا هذه الآثار التي ترتبت على هذا الاحتلال، وكذلك ما الذي قامت به أو ما الدور الذي لعبته حكومات ما بعد الاحتلال بتأزيم الأوضاع داخل العراق. وأيضا طرحنا مجموعة من التساؤلات عن أوضاع العراقيين الآن خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك. دعونا نستمع إلى بعض الآراء من مواطنين عراقيين ثم نعود. والله من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ، ماكو هاي كلها مدفوعة الثمن، هاي
ما حد مصداقيه ماكو، مو حكومات، كلها عصابات وكلها مافيات، وكل ما يدور، قلت لك كل ما يدور مصلحته، كل ما يدور الولاء لجهه كانت ملفيته ماويته. هاي مصيبه، هاي هي كلها شغله سياسيه، يعني البلد يمر بازمه سياسيه قويه، كل ما يدور مصلحته، كل ما يقول يا روحي يا هل عنده فد مشروع ينفذه، وما حد يعير اهميه للرمضان ولا غير رمضان. لا ماكو ديمقراطيه كلاوات، هاي هم بديهم، هم يحركون، هم اكو ايادي خفيه هي اللي تحرك. والله مو بذاك المستوى المطلوب، يعني ذا يشتغلون بس اكو تلكؤ بشغلهم وبطيء، كلش بطيء يعني. واحنا نرجو من الله ان يهديهم وشويه يلتفتون للشعب. حقيقه يعني حتى نكون منصفين، يعني العراق سنه عن سنه أسوأ. تقييم الحكومات هو واضح على الشارع، الشوف هسه قله الخدمات، تردد التعليم، المؤسسات الصحيه تروح للمستشفى علاج ماكو زين، تروح للتعليم التعيينات، الخريج يتخرج ويتعب عليه، اهله يتعبون عليه، وشوفه يشتغل بابسط الامور بس يريد يجيب لقمه العيش لعياله، فأسوأ. بعد 2003 يعني الحكومات تنازل، شيء تنازل يعني، ماكو حكومه جت زينه اقتصاديا وسياسيا، وضع العراق تعبان، ماكو اي وعود او ماكو تحقيق يعني على ارض الواقع، يعني وعود نقدر نقول كاذبه. كل الحكومات اللي اجت ما قدمت شيء، بالعكس يعني جابت الويلات والحروب ودمرت ما دمرت بالعراق. كل الحكومات اللي اجت حقيقه كل شيء ما قدمت، لا قدرت توصل للفقير لبيته، ولا قدرت تحسن من خدمات المجتمع، ولا قدرت تسوي مؤسسات قويه، ولا قدرت يعني تسوي طرق، تسوي جسور، كل شيء ما سوت، يعني مجرد حكومات ننتخبها ونتعب ونروح ونجازف حياتنا وباماننا ونترك عملنا، وبالنتيجه كل شيء ما. انا كانسان عراقي كل شيء ما ظل طعم للعراق، كل شيء ماكو طعم، يعني احنا اليوم مسيرون وليس مخيرين، لكن احنا نقول الامل موجود، الخيرين بالعراق موجود، الشرفاء موجودين، الشجعان موجودين، ان شاء الله الامور نحو الاحسن. كانت هذه بعض الاراء مشاهدينا الكرام لمواطنين عراقيين، سناتيكم باراء اخرى بعد قليل، لكن دعونا سريعا نستمع لراي السيد ابو عراق من الفلوجه، تفضل يا ابو عراق. السلام عليكم اخوي استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. اهنيك واهني الشعب العراقي واهني الامه العربيه بحلول رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه. امين اجمعين ان شاء الله. تفضل يا ابو عراق. يا استاذ محمد الله يخليك، ما الامريكان ما استقبلوهم، مو استقبلوهم بالورود، مو هم رادوهم. نعم. انا من خلال هذا البرنامج أوجه كلمة إلى الشعب العراقي، أقول يا شعب العراقي أصحى أصحى، هاي الحكومات المتعاقبة يا أستاذ محمد من 2003 نعم. ما 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 تسوي لكم شارة كافية يا شعب العراقي يا أستاذ محمد. وبالنسبة للمقاومة الشريفة ما هم هسه دبوهم كلهم بالسجون، وذاك اليوم طلعوا تصريحات هم نفسهم الميليشيات والحكومة نعم. قالوا احنا السفارات ما نقبلها، ليش هسه قبلت بها السفارات يا استاذ محمد؟ نعم. عمي احنا خاف تقول لك، بالنسبه الحكومات المتعاقبه من 2003 ولحد الان احنا مسيرتنا ايران، ايران هي اللي جايه تنصب رئيس وزراء، هي تخلي الوزارات، هي اللي دمرت التصليح، هي اللي دمرت الزراعه. بالله عليك لا عاد رئيس وزراء يروح يتوسل يا استاذ محمد اذا سمعت لي. تفضل. وخلي يسمعني ضيفك استاذ بهاء. يروح نعم. يتوسل بتركيا حتى ينطونه لمده شهر، بالله عليك شهر شنو هذا؟ هو هذا رئيس وزراء ويجيب ويشكر من اردوغان، يا عم عيب عليك يا رئيس وزراء عيب. وانا من خلال هذا البرنامج اناشد الشعب العراقي اقول له انت كافي كافي ذل، كافي جوع يا استاذ محمد، كافي نعم. مذله، كافي اهانه. طيب. والله اذا ما نتوحد ونصير ايد واحده ونسحل هاي الاحزاب والحكومات
نسحلها بالشوارع يا استاذ محمد. كافي. شكرا ابو عراق. نعم انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت الفكره ابو عراق من الفلوجه. استاذ بهاء، يقول احد المشاركين بان الحكومات التي نصبها الاحتلال كانت وباء، كانت وبال على العراقيين، يقولونهم بانهم مقاومه للاحتلال. الان اغلب الاحزاب تتحدث عن نظريات المقاومه. يقول نور المالكي، سالوه في اليابان كيف طردت الامريكان، وهادي العامري سألوه في كوريا الجنوبية ما هي نظريتكم في طرد الأمريكان، من الذي جاء بهم أصلا؟ لا هذا مجرد كلام للضحك على ذقون البسطاء من أبناء الشعب العراقي، وأصبح القاصي والداني، المتعلم والغير متعلم كلهم يعرفون جيدا الأسلوب اللي يتبع السياسيين سواء في لقاءاتهم في حديثهم واستهزائهم الكبير بالشعب العراقي من خلال هذا الكلام وهذه النظريات اللي يطرحوها. الشعب العراقي يعلم جيدا من جاء بالاحتلال ومن اجتمع في لندن ومن وقع على احتلال العراق ومن أرسل رسالة إلى الأمريكان موقعة من أكثر من 400 شخص كانوا يدعون المعارضة من خارج العراق وأساميهم موجودة وهم من جاءوا بالاحتلال إلى العراق واستلموا مناصب في الدولة، والآن هم يعملون براحة تامة. وللمفارقة أنه أمريكا بتصريح للخارجية الأمريكية يوم أمس ذكر بأننا باقين في العراق إلى الأبد لحماية النظام السياسي. فمن يدعي المقاومة وهو محمي أساساً من المحتل، هذا ليس مقاوم إطلاقاً، هذا مجرد يضحك مقاول على الناس بهذه التصريحات. نعم مقاول بالتأكيد، لأنه بهذه الكلمات يحاول استثارة مشاعر البسطاء من الناس للانتخابه أو لتأييده في عمل الآخر. يقولون الآن هذه الأحزاب بعد تسلم محمد الشيع السوداني الحكم تحول الآن نظام المقاومة إلى النظام الدبلوماسي، إلى المقاومة السياسية، يعني مصطلحات غريبة عجيبة، في حين أن يقول العراقيون المقاومة الحقيقية أبنائها ومقاتلوها يقبعون الآن في السجون بتهمة الإرهاب. لماذا لم نرى من هؤلاء أي رد فعل تجاه من قاوموا الاحتلال فعلا، من قتلوا الأمريكان فعلا من أجل إخراجهم من هذه المعتقلات وتكريمهم على ما قاموا به؟ لا بالتأكيد، لأنه المقاوم، شوف أستاذنا العزيز، المقاوم هذا شخص يمتلك يعني قمة الوطنية، يمتلك قمة الوطنية ومستعد أن يضحي بحياته من أجل الوطن. هذا لا يمكن أن يسكت على وجود هكذا أحزاب تقود بلد. بالتأكيد وحتى وإن تمكن من، لو تمكن من طرد الاحتلال بالتأكيد سيتحول لإزالة هذه السلطة الحاكمة، بالتالي هم يمثلون خطر عليهم أساسا. الجميع يعلم بأنه المقاومة العراقية اللي تشكلت بعد احتلال العراق بعد 9/4 كانت مقاومة حقيقية مخطط لها، يقودها ناس ذوي اختصاص من ضباط الجيش العراقي اللي كانوا حولوا المعركة إلى حرب شوارع، إلى حرب خلينا نسميها حرب عصابات. هاي التكتيكات العسكرية اللي يستخدموها الجيوش الأقل قوة من الجيوش المعتدية. يعني طالما أنه أنت ما تقدر تواجه الجيش واحد مقابل واحد، إذن أنت تستخدم طرق أخرى، هي نفس الطريقة الآن اللي يستخدمها على فكرة الجيش الأوكراني. صحيح. في أوكرانيا ضد الروس، الجيش الأوكراني ما عنده القدرة أنه يواجه الروس بكل آلتها العسكرية، لكن يستخدم وياه أسلوب المقاومة أيضا، نفس ما حصل في العراق. لكن المشكلة أنه تم الصاق تهمة الإرهاب في هذه المقاومة، وحتى عندما حاولوا تعريف الإرهاب ذكروا بأنه المقاوم هو إرهابي لأنه يفجر عبوات ناسفة في الطرق العامة، وبالتالي ممكن أن يسقط ضحايا مدنيين. مع العلم كانت عمليات المقاومة في طرق فرعية وزراعية ولا يعني يتقربون من مناطق فيها مدنيين. كنا يعني نشاهد هذا الأمر ومقاطع كثيرة كانت. هذا الذي تفضلت به كانت تشرف عليه وسائل الإعلام الغربية، هذه البروباغندا التي
قاموا بعملها من أجل تجميل صورة الاحتلال من أجل تبريره كذلك. تقول منظمة كومن دريمز إن وسائل الإعلام الأمريكية والدولية متهمة بقرع طبول الحرب والترويج لغزو العراق وتقديمها الدعم المباشر لمساعي إدارة جورج بوش الابن لتمرير حربه على أنها قرار شرعي. من ضمن هذه المؤسسات التي ذكرتها المنظمة فوكس نيوز، اي بي سي، ان بي سي، سي بي اس، بي بي اس وإلى آخره من هذه المحطات نفسها وبعض الصحف الأمريكية الآن تتحدث عن فشل الغزو الأمريكي، تتحدث عن الأخطاء التي ارتكبتها إدارة جورج بوش. هذا التناقض كيف يمكن أن يفسر؟ نعم، هي شوف، استخدام الماكينة الإعلامية الغربية الموجهة هذا واحد من أساليب الإدارة الأمريكية في فرض إرادتها على المجتمع الدولي بصورة عامة. يعني احنا نتذكر في مجلس الأمن عندما حاولوا إصدار قرار من مجلس الأمن باحتلال العراق وهددت فرنسا بالفيتو سنة 2002 أو بداية 2003، وأيضا امتناع الصين عن التصويت في تلك الفترة ورفض مشروع القرار، وهو اللي ما أدى بالإدارة الأمريكية إلى غزو العراق بعيدا عن رغبة المجتمع الدولي أو بعيدا عن قرار مؤيد من المجتمع الدولي. لذلك تستخدم الماكينة الإعلامية، هي نفسه في نفس الماكينة الإعلامية اللي صورت الجيش العراقي على أنه استخدم الكيميائي في حلب، نفس الماكينة اللي استخدمت ضربات العراقية على إسرائيل في سنة 91 وكانت تصور العمال الإنقاذ الذين يهرعون إلى منطقة سقوط الصاروخ العراقي وهم يرتدون أقنعة الواقية من الغاز باعتبار أنه العراق يطلق كيميائي على إسرائيل. هي هذه البروباغندا أو هذه الحرب الإعلامية اللي كانت تمارس ضد العراق كلها هي تعمل بمشروع واحد ألا وهو تبرير الغزو على العراق أو تبرير احتلال العراق، شيطنة العراق. إذا تذكر في حتى في الأفلام هوليوود حتى في أفلام هوليوود كان أكو فيلم اسمه يوم الاستقلال. في يوم الاستقلال كان المفروض أو من ضمن يعني سيناريو الفيلم كان المفروض أنه تجتمع دول العالم حتى تقصف بالقنابل النووية غرباء قادمين من كوكب آخر. ووضعوا، شوف الشيطنة، وضعوا علم العراق مجاور علم إسرائيل على أساس لإيهام المتابع بأنه العراق يمتلك أسلحة نووية. شوف حتى بهذه في أبرز التفاصيل الماكينة الإعلامية بأكملها كانت تعمل ضد العراق. وتتعرف الماكينة الإعلامية الأمريكية القنوات اللي حضرتك ذكرتها هذه قنوات تصل إلى كل بيت تقريبا سواء في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي أمريكا الجنوبية وحتى في المنطقة العربية عندها قنوات تنطق باللغة العربية وواصلة. صحيح. يعني أيضا ولا تنسى هم استخدموا حتى قنوات عربية. صحيح. يعني هذا طيب. أمر أرجع لحضرتك بعد قليل، نستمع إلى رأي السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. مساء محمد، مساء خير لحضرتك ومساء خير لجمهور الرافدين. كل عام وانتم بخير ومباركين ان شاء الله. عليكم وعلى العراق. سيد الكريم، يعني اعتقد ضيفك الكريم هو وضح امور كثيره. الولايات المتحده الامريكيه هي يعني ارادت فقط ازاحه نظام وليس اعمار بلد جديد. يعني حتى ما يسمى يسمون انفسهم بالمعارضه. الدليل على أنه الآن 20 سنة من الفشل، 20 سنة من الانحدار في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هم كان خطتهم فقط إزالة نظام وليس تحرير بلد كما كان يسمى. أمريكا بدأت يعني كما تعرفون وهي باعترافها هي نفسها أنه أساسا كانت ذريعة الحرب هي مجرد خدعة. اعترف وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها الشيخ حمد، قال بأنه عندما التقيت بصدام حسين في آخر مرة وهو رفض قاطع جدا التنحي عن الحكم، ذهبت إلى بوش وقال بوش خلاص قرار الحرب اتخذ. يعني قال، يعني حتى يقول نفسه هو قال أنا دخلت على بوش قال لي خلاص it is done، انتهى كل شيء. لذلك كان قرار الحرب هو فقط إنهاء هذا البلد. أما ما التصحيح وديمقراطية، يعني أين كانت الولايات المتحدة من الديمقراطية سنة 2019 عندما خرج الشعب على النظام الذي وضعته أمريكا، وأمريكا سكتت على قتل الشعب العراقي. أمريكا في بعض الأحيان عندما تقوم دولة بسجن شخص بدون وجه حق، يعني تقوم الدنيا ولا تقعدها. أما العراق قتل شخص يعني بث مباشر. فلذلك التغيير صار تغيير من
دولة إلى لا دولة. طيب سيد سيد أبو علي، نعم أنا أكتفي حضرتك بهذا القدر وطبعاً أعتذر لضيق الوقت. مشاهدينا، أجرينا كما قلنا استطلاع رأي، وهناك أجزاء متعلقة بشهر رمضان المبارك ومعاناة العراقيين في هذا الشهر الكريم في ظل غلاء الأسعار والظروف القاسية التي يمرون بها في بلدهم. لنستمع إلى بعض الآراء ثم نعود. والله الحكومات اللي تعاقبت هي كلها يعني ضمن الخطة الأمريكية، يعني ما عمل بريمر هو عكس ما يحدث بالعالم. بالعالم من يصير دولة في حالة استثنائية تسوي إجراءين، أول شيء تغلق الحدود مالتها إذا تواجه في الحالة استثنائية، وثاني شيء تدعو المجازين بالجيش والقاتل الأمنية التحقوا لوحداتكم لأنه إحنا في حالة استثنائية. بريمر سوى العكس تماما، فتح الحدود، حل الجيش والقوات الأمنية، يعني الخطة متطلباتها بالنسبة لهم هو هذا. فهذا اللي صار، السياسيين اعتبارا من مؤتمر لندن إلى مؤتمر أربيل اللي كان يقودها زلماي خليل زاد الأفغاني الأصل الأمريكي، هو كان يقود اسمه، وهو اقترح عليهم المحاصصة. بما أنه المحاصصة شاملة وماكو رقابة على الجهات التنفيذية، فالمشكلة تبقى قائمة وتنحل إطلاقا، ماكو أي ازدهار، بالعكس رجوعا للخلف. شوف أقول لك، حتى التخريب وصل إلى درجة الأمم والشعوب تبنى وتتقدم بشيئين رئيسية، التعليم والصحة. هنا اللي صار عندنا تخريب التعليم والصحة من خلال فتح الكليات الأهلية والجامعات في كل محافظات العراق، وصلت للأقضية. لو أكو حكومات فعلا وطنية عادلة تفرض نفس الضوابط اللي موجودة بالجامعات والكليات الأهلية تطبق لازم على الأهلية، وإلا تغلق، وكذلك المستشفيات من تتحسن أدائها والمواطن يشعر أنه أدائها جيد، ليش يروح يتداين حتى يروح المستشفى أهلية؟ يقوم يراجع. هذا السبيل لحل المشاكل. لا طبعا اختلفت هواي امور وراء الاحتلال، يعني هواي امور اختلفت. يعني كانت قبل كانت احسن بهواي، احسن من هسه. وين اكو الزهار؟ وينها؟ وشفنا نص قطوه اللي عند الان، كل شيء ماكو، بس حكي واعلام وكل شيء ماكو. هي هسه حاليا يعني بشهر رمضان العالم متكيف لهذا الموضوع، وانت اذا ترجع لها على قبل يعني مو مثل اجواء هسه، العالم متخوفه يعني من الاوضاع. ايام قبل احسن، يعني حلوه كانت، والناس يعني تروح تعرف تطلع، تروح تسير، تروح المكانات تتفسح بيها بشهر رمضان ورا رمضان، خاصه يعني ورا الفطور العالم تطلع يعني تتغير جو. هسه الاوضاع مو يعني اريد اقول عليها مو مثل قبل. والله شو اقول لك، من افضل الاشهر بالسنه هو شهر رمضان. شهر رمضان له مكانته وله احترامه وله خصوصياته، يعني بالذات عند العراقيين وعند المسلمين. فالعالم شو سوى؟ يعني العالم الصوم، بس انا اقول لك شوي له مبادره من الدوله، يعني زياده الحصه التمويليه، مساعدات خطيئه. يعني انت ما تقول لي رمضان كيلو لحم ب 20 رحمه لاهلك، كيلو لحم ب 20، يعني العائله الفقيره اللي ما عنده شيء يسوي منين يجيب؟ يعني راح يقدر حتى مسواقه راح يصير محدود على قد امكانيته، على قد اللي عنده. يعني هذا قوته معروف، يعني اللي فقير اللي ما عنده شيء يسوي، اللي راتبه محدود شيء يسوي، وراء مستلزمات، وهذا شهر وركه، قضيه خطيه. شلون ما كان مسواق قليل، على قد امكانيته، على قد قوته. لو مبادره من الدوله شويه ساعدوا العالم، ساعدوا الفقراء، ولا ما تطلع من الدوله، لو يجي ما ادري مين، والله العظيم هم يبقون بالمواطن، مو يساعدون المواطن. يوم اسوأ من يوم، قلت لك. يعني مو ذاك، ماكو استقرار بالبلد، ماكو شيء اسمه استقرار بالبلد. يعني كل شيء مخدرات، ارهاب، عصابات، كل شيء توقع بهالبلد هذا. غير اكون صريح وياك، ماكو استقرار بهالبلد ابد. استاذ بهاء، اعود لحضرتك مره ثانيه. الكويت بعد اللي صار في التسعينات اخذت من العراق كل درهم ودينار أعطي لها من قبل المجتمع الدولي كتعويضات على الغزو الذي حصل في التسعينات. الولايات المتحدة أو الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال تقول بأن الولايات المتحدة هي محتل،
ويجب على المحتل أن يغادر وهم مقاومة، لماذا لا يقومون بمثل ما عملت الكويت مطالبة الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي جاء معها بتعويضات عن الدمار والخراب الذي حل بالعراق نتيجة هذا الغزو؟ لا بالتأكيد هم بالعكس استخدموا أسلوب العكس مع الكويت. الآن كثير من التجاوزات الكويتية على المياه الإقليمية العراقية والحدود يتم التغاضي عنها، وبالعكس احنا نشاهد بعض السياسيين يدافعون عن احتلال الكويت لكثير من المناطق في جنوب العراق حتى خارج الترسيم الحدودي اللي صار برعاية الأمم المتحدة ما بعد يعني موضوع خروج الجيش العراقي من الكويت وترسيم الحدود بقرار من مجلس الأمن. أكثر من 160 كيلومتر في إحدى المناطق، أكثر من 600 كيلومتر على طول الشريط الحدودي، كل هذا راح من السعودية إلى غاية الكويت. أيضا المياه الإقليمية العراقية، أيضا ميناء مبارك اللي خنق العراق بطريقه يعني هذا بشان الكويت. استاذ بهاء، وارجو المعذره للمقاطعه بسبب ضيق الوقت، لكن ماذا عن مطالبتهم تعويضات من الولايات المتحده؟ بالنسبه للولايات المتحده، الولايات المتحده لا يمكن لشخص بالنسبه لك انت هو صاحب فضل عليك، يعني هم بالنسبه لهم امريكا صاحبه فضل عليهم. امريكا جابتهم من حواري سوريا ومن ازقق لندن و يعني ما اريد اقول غير كلمة، يعني بصراحه جمعتهم وجابتهم وحطتهم يحكمون بلد بينما هم خيرهم كان يتمنى يصير مدير. يعني امريكا ابو الخبزه يعني. طبعا يعني انت تتخيل كان هدف شخص واي واحد من عندهم يعني هم ابناء السفاره الان. بالتاكيد هو من اللي متعاون السفاره. أنا متعاون السفارة، أنا سفارة بحياتي ما طابلها ولا أعرف شلون يطبولها. أستاذ بهاء، لكن المشكلة نعم المشكلة أنه هم يعني الآن شوف السفيرة الأمريكية خلال شهرين اجتمعت بأعضاء الحكومة 45 مرة نعم شهرين. طيب منو ابن السفارة؟ الفقير اللي تخرج يدور خبزة هذا ابن السفارة تسموه؟ طيب أنا أشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا أستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي، كنت معنا عبر سكايب، وشكر موصول لكل من شاركنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، ولحضراتكم لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في أسبوع قادم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.